يتوجه الناخبون الجورجيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لميخائيل ساكاشفيلي، وتشير استطلاعات الرأي أن جيورجي مارجلاشفيلي الذي يخوض الانتخابات الرئاسية باسم تحالف الحلم الجورجي هو المرشح الأوفر حظا للفوز على حساب دافيد باركرادزا المدعوم من ساكاشفيلي. ويرى محللون أنه بصرف النظر عن هوية الرئيس القادم فهو سيتجه على الأرجح لمواصلة جهود البلاد للالتحاق بالاتحاد الأوروبي. جورجيا لديها فرصة حقيقية لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيمثل خطوة مهمة نحو الانضمام إلى الاتحاد. أعتقد أن هذه القضية ستمثل الأولوية للسياسة الخارجية في المستقبل. ولن يتمتع الرئيس القادم بالصلاحيات الواسعة التي تمتع بها ساكاشفيلي بعد إقرار إصلاح دستوري منح صلاحيات كبيرة لرئيس الوزراء. وبينما يترقب المحللون سياسة رئيس جورجيا القادم، يستعد ساكاشفيلي أحد أكثر الرؤساء إثارة للجدل لمغادرة القصر الرئاسي.